اعزائي مشاهدي التلفزيون العربي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم العربي الرياضي، ونبداها بالعناوين. ريال مدريد يرحل لمواجهه مالاغا في مباراه مصيريه لانتزاع اللقب، وبرشلونه يستضيف ايبار. لويس انريكي يقود اخر مباراه له على راس قياده برشلونه في الكامب نو. قرار اغلاق الملعب الاولمبي في نواكشوط يثير جدلا واسعا في الاوساط الرياضيه في موريتانيا. وايضا في العرب الرياضي اخر الاخبار الرياضيه مع الزميل ميشيل سعد. خلينا نرحب بضيفي في الاستوديو الكابتن حمزه سرار، مدرب فريق الشباب في تشارلتون اتلتيك. اهلا بك كابتن حمزه. اهلا بك كابتن نادر، ومساء الخير لكل متتبعي العرب الرياضي. اهلا بك كابتن. خلينا نبتدي حلقتنا النهارده. يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الكشف عن بطل لا ليغا في 2017. الحد ريال مدريد المتصدر سيكون بحاجة إلى نقطة واحدة من ملعب مالاغا لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، فيما سيكون غريمه التاريخي برشلونة بحاجة إلى الفوز وانتظار هدية من مالاغا للتتويج باللقب. آخر استعدادات برشلونة وريال مدريد في التقرير اللي جاي. من سيتربع على عرش الكرة الإسبانية هذا الموسم؟ سؤال تحدده مباراتان حاسمتان غدا، الأولى تجمع برشلونة مع إيبار، والثانية بين ريال مدريد ومالاغا. ولو أن الكفة تميل لصالح النادي الملكي الأكثر حظا للظفر بالليغا. على ملعبه كامب نو يدخل النادي الكتالوني في مواجهة شبه محسومة لصالحه بالنظر إلى تاريخ المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين، إلا أن برشلونة يخوض اللقاء وعقله مع الريال. فأمله الوحيد في التتويج هو خسارة غريمه التقليدي أمام مالاغا الذي يعيش أفضل لحظاته، كما يمني مشجعو البلوغرانا بحصول معجزة تعيد تكرار سيناريو التنيري فاز عام 92 و93 عندما وصل النادي الملكي للجولة الأخيرة كمتصدر، ولكنه خسر اللقبين لصالح برشلونة عندما تعثر أمام تنيريفة. هدفنا واضح وهو الحصول على 3 نقاط، وإذا تحققت المعجزة بخسارة ريال مدريد فسيكون ذلك رائعا وسنحتفل بذلك، وإن لم يتحقق ذلك فسوف نبارك لهم. لكن وضع المرينجي أفضل حالا من التسعينات، فهو يتصدر جدول المسابقة ب90 نقطة متفوقا على النادي الكتالوني ب3 نقاط، ويكفيه التعادل فقط لتحقيق حلم جماهيره المتعطشة للفوز باللقب بعد غياب عن منصات التتويج ل5 سنوات. كما أن الفريق مع مدربه زين الدين زيدان أصبح أفضل من قبل، وأثبت أنه يمتلك الثقة الكافية خارج دياره، فضلا عن ضمه مجموعة من اللاعبين المتميزين وتألق نجمه كريستيانو رونالدو الذي يقضي أفضل فتراته من الناحية التهديفية. ما يهمنا هو ما نفعله على أرض الملعب، ونحن دائما كذلك نعتمد على أنفسنا. ستكون أمامنا غدا مواجهة صعبة بالتأكيد، نحن نعرف ذلك، ولكننا سنركز على اللقاء ونعتمد على فريقنا. وبالرغم من كل ما يقال فلن يكون طريق ريال مدريد مفروشا بالورود، فالمواجهة مع مالاغا لن تكون سهلة، إذ يعتمد مدرب الفريق على كوكبة من الشباب في محاولة لإسقاط النادي الملكي وتقديم هدية ثمينة للكتالونيين رغم صعوبة المهمة. كابتن حمزه، يعني اعتقد الصراع ما زال موجود، يعني حتى لو كان ريال مدريد هو الاقرب بالتعادل مع مالاغا، انما اعتقد برشلونه لم يفقد الامل. بالطبع، لانه يعني في حاله خساره ريال مدريد وفوز برشلونه حيكون توج باللقب يعني بفارق الاهداف، لانه فيها سجل اكثر من 120 هدف في هذا السيزون. ولكن يعني بصفه عامه هذا السيناريو يشبه سيناريو 1992 لما كان ريال مدريد هو يعني في نفس السيناريو، وريال مدريد كان فائز ب2-0 ضد خيطافي، وبرشلونة كان يعني فائز 2-0 أيضا فوق الكامب نو، ولكن يعني كان فقد الأمل برشلونة أنه يفوز باللقب، ولكن في الشوط الثاني يعني تغير الحال وفاز خيطافي 3-2 على ريال مدريد، وأخذ برشلونة لقب لاليغا في ذلك العام. ولويس انريكي كان لاعب في ريال مدريد في ذلك الوقت، فهو يعني يدري ما في برشلونة كان في ريال مدريد في ذلك الاحتياط في ذلك الوقت، فكانه التاريخ يعيد نفسه، لأن هذا يعني في هذه المرحلة بالذات أتمنى أن ريال مدريد لن يفكر كثيرا في نهاية رابطة أبطال أوروبا الذي يعني تستناه مباراة كبيرة جدا ضد يوفنتوس، فيجب أن يركز على المباراة غدا. وأظن زين الدين كل المدربين بيتكلموا يقول لك إحنا بنركز في المباراة، إنما يعني أنت كلاعب سابق ومدرب حالي، يعني
واعتقد مهما كان في صعوبه في انك انت تعمل الفصل ما بين حسم الدوري وما بين دوري ابطال اوروبا. بالطبع صعبه جدا، يعني انت اللاعبين في هذا المستوى العالي جدا في لا ليغا وتشامبيونز ليج ربما لديهم القدره يعني بعد اعوام طويله وبعد هذه الخبره الذين اخذوها فوق ارضيه الميدان والعمل الكثير مع علماء النفس مع الاختصاصيين في هذا المجال اصبحوا يفرقوا ويركزوا يعني بين لا ليغا وبين تشامبيونز ليج وبين يعني البطولات المختلفه، لكن يبقى امر صعب جدا انك يعني تلعب، ولان الجميع يريد ان يشارك في نهائي رابطه ابطال اوروبا يوم السبت، ولكن في نفس الوقت الجميع يريد ان يتوج بلا ليغا يعني لانها تكون اول لا ليغا منذ 5 اعوام، فلهذا يعني من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الذهنيه يجب ان يكون تحضير. لا أقول زيدان يحضرهم، ولكن هؤلاء اللاعبين فازوا بكأس العالم، فازوا برابطة أبطال أوروبا بلا ليغا من قبل، فلديهم يعني يظن الخبرة الكافية حتى يتأقلموا مع هذا الأمر. هل تفتكر أن برضو يعني زي ما احنا شفت في الصورة دلوقتي رودريغيز يعني واحد من اللاعبين اللي ممكن يرحلوا عن ريال مدريد، وفي كلام بيتقال أن لاعب أو مهاجم موناكو مبابي ممكن ينتقل إلى ريال مدريد، هل تفتكر كل الأمور دي ممكن أثر على تركيز اللاعبين؟ رودريغيز هيسيب وهيسيب الفريق ويرحل واستخدام لاعبين جدد؟ لا أظن في هذه المرحلة بالذات، لأنه يعني ما زالت لريال مدريد مباراتين حاسمتين حتى يأخذ يعني دورة رابطة أبطال أوروبا ولا ليغا، ولا ليغا منذ 5 سنوات أكرر، لأنهم مركزين كثير على لا ليغا. ولكن لما نتكلم على ريال مدريد نقول رب ضرة نافعة، لأنه لم يكن من لأن الفيفا كانت معاقبة ريال مدريد أنه لا يستقدم لاعبين في الأعوام في العامين الموسمين الماضيين بالزبط. فلهذا وأعطى يعني فرصة كبيرة لشبانه، والآن أصبح عنده فريقين صح. وهي هذا هو الفرق أظن في العام هذا في هذا الموسم، الفرق بين برشلونة وريال مدريد أن ريال مدريد في دكة البدلاء يعني عنده لاعبين من طينة يعني جودة أروع من برشلونة، لأن هم يعني متربيين وترعرعوا في ريال مدريد بالطبع. فبالتالي واخدين شخصية بالطبع. الفريق وهذا كان يعني. العكس في أعوام قبل من يعني ماضية كان العكس، يعني برشلونة كانت لديه لاماسيا يعني كانت تكون لاعبين كثيرين على غير بوسكاس على غرار كثير من اللاعبين الذين مشوا للفريق الأول رودريغيز بيدرو، ولكن حتى تشافي ونيستا وكل اللاعبين كلهم وبيول وبيكي يعني. طيب خلينا نتكلم على برشلونة، احنا ممكن نتكلم على برشلونة، هل برشلونة خسر اللقب في المباراة الأخيرة ولا خسر اللقب من بداية الموسم؟ لا أظن أنه خسر اللقب أو يعني هيخسر يعني إحنا لسه مش إحنا من بالذات وكان يعني أعطينا الرقم لريال مدريد لا هو أظن أنه يعني كان فيه تعثرات كثيرة لبرشلونة في العام هذا صراحة، يعني يظهر وكأنه سيخرج خاوي اليدين في هذا العام 2017 ليس في رابطة أبطال أوروبا، فهذا يؤثر على معنوية اللاعبين في لا ليغا. أظن كان فيه تعثرات كثيرة، كانت فيه كثير من الإصابات وهذا أمر يعني غير عادي بالنسبة لبرشلونة، لأنه عودنا دائما أن يكون لديه لاعبين دائما يعني من ناحية الإصابات العيادة تكون فارغة يعني في برشلونة، ولكن العام هذا خافي ماسكيرانو إنيستا ميسي الكل يعني ما فات بمرحلة إن كان مصاب، فهذا أثر كثيرا على طب رأيك في حتى يعني احنا بنعاني من سوء الظن في بعض الأوقات في الكرة أو الرياضة العربية أو الكرة العربية حتى في أسبانيا، يعني حتى تصريحات لويس إنريكي عن مدرب مالاجا أن البعض بيقول أنه هو واحد من مشجعين ريال مدريد يعني بيحط الضغط بس الضغط غير مباشر، بيقول أنه هو مدرب محترف وأنا مش محتاج أحط عليه ضغط بس هو أساساً حط ضغط هو حط الضغط بالطبع، فهذه أشياء تدرس في المعاهد لما تعمل يوفا برو لايسنس على سبيل المثال في المعهد في كل معهد الأوروبية حتى تصبح مدرب في البرو لايسنس، فهذه كيف تتعامل مع الميديا وكيف يعني تتمد الأجوبة هي تدرس من الناحية النفسية حتى تحط الضغط غير مباشر كما ذكرت. انت تعمل كده ساعات يعني برضو ساعات. نعم. طيب خلينا نروح نشوف طبعا زي ما قال كابتن حمزة ممكن الجولة الأخيرة تكون فيها مفاجأة للفريقين، إنما أكيد مشجعين ريال مدريد ما يتمنوش أبدا أن ممكن تحصل المفاجأة. خلينا نروح لجولة مع أهم الأخبار الرياضية مع زميل ميشيل سعد.
شكرا كابتن نادر، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة السريعة لأخبار الرياضة، حيث تلقت ألمانيا خسارة مفاجئة أمام فنزويلا بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للشباب التي انطلقت اليوم في كوريا الجنوبية. وفي أبرز نتائج اليوم، تصدرت إنجلترا المجموعة الثانية بعد فوزها على الأرجنتين بثلاثية نظيفة، أما المضيفة كوريا الجنوبية فتغلبت على غينيا بنفس النتيجة. ضمن هامبورغ رسمياً بقاءه في البوندسليغا بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على فولسبورغ في الجولة الأخيرة من الدور الألماني. وبهذه النتيجة سيخوض فولسبورغ ملحقاً من مبارتين لتجنب شبح الهبوط إلى دور الدرجة الثانية أو البوندسليغا 2. وفي أبرز نتائج الجولة الأخيرة، فاز حامل اللقب بايرن ميونخ على فرايبورغ بهدفين لهدف، بينما أنهى دورتموند الدوري في المركز الثالث بعد تغلبه على فيردر بريمن بأربعة أهداف لثلاثة. يسعى ليفربول إلى حسم تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وذلك عندما يواجه ميدلزبرا في الجولة الختامية غدا من البريمير ليج. ويحتاج ليفربول إلى تحقيق الانتصار ليضمن إنهاء الموسم في المركز الرابع دون النظر إلى نتيجة مطارده أرسنال الذي يلتقي مع إيفرتون على ملعب الإمارات. وفي أبرز مباريات الغد، يستقبل بطل الدوري تشيلسي متذيل الترتيب ساندرلاند، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على واتفورد. تأهل الفيصلي إلى نهائي كأس الأردن رغم تعادله سلبياً دون أهداف أمام غريمه الوحدات في إياب الدور نصف النهائي. وكان الفيصلي قد فاز ذهاباً بهدفين نظيفين ليضرب بذلك موعداً مع الجزيرة في المباراة النهائية التي تقام الأربعاء القادم. تأهل الألماني ألكسندر زيفيريف إلى نهائي بطولة روما للتنس بعد فوزه على الأمريكي جون إسنر، وتمكن المصنف السادس عشر من الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بوقع 6-4 و7-6 و6-1، ليتأهل بذلك لأول مرة في مشواره الرياضي إلى نهائي في بطولة الماسترز. اقترب كليفلاند كافاليرز من التأهل إلى المباراة النهائية لدور كرة السلة الأمريكي بعد فوزه الثاني على التوالي على بوستن سيلتكس في نهائي القسم الشرقي. ونجح كليفلاند بالفوز بالمباراة بفارق 44 نقطة بفضل تألق نجمه ليبرون جيمس الذي أحرز 32 نقطة. وبهذا الفوز بات كليفلاند بحاجة إلى تحقيق انتصارين على أكثر تقدير في المواجهات الخمس المتبقية للتأهل إلى المباراة النهائية للعام الثالث على التوالي. نهاية الجولة الرياضية، عودة مجددا إليك كابتن نادر. أشكرك ميشيل. برنامج العربي الرياضي ما زال متواصل معكم وفيه بعض الفاصل. قرار إغلاق الملعب الأولمبي في نواكشوط يثير جدلا واسعا في الأوساط الرياضية. أهلا بكم معنا مرة تانية. من المنتظر أن يقيم ملعب الكامب نو الحد حفل وداع للويس إنريكي في آخر مباراة له كمدرب لبرشلونة بعد ثلاث مواسم أضاها في قلعة النادي الكتالوني. خلينا نشوف أكثر عن لويس إنريكي ونرجع تاني. وصفته جماهير ريال مدريد بالخائن عندما كان لاعباً، فاستقبلته جماهير الكامب نو بالورود منذ عام 96. رفع الألقاب المحلية كقائد في وسط الملعب، وقاد برشلونة إلى منصات التتويج الأوروبية كمدرب ومعلم من على خط التماس. لويس إنريكي يودع برشلونة كمدرب بعد ثلاثة مواسم متقلبة. انقسمت حوله آراء مشجعي النادي الكتالوني بين مؤيد ومعارض، لكن المؤكد أن لا أحد يستطيع إنكار إنجازاته. ثمانية ألقاب خلال موسمين، منها بطولتان في الدوري الإسباني ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا، ليكون حتما من بين أفضل المدربين في تاريخ برشلونة. قائمة المرشحين لخلافة إنريكي طويلة،
لكن الأوفر حظا بحسب الصحف الإسبانية هو مدرب أتلتيك بيلباو أرنيستو فالفيردي الذي كان لاعبا لبرشلونة في تسعينات القرن الماضي وقاد بيلباو كمدرب إلى التتويج بالسوبر الإسباني. اسمان مرشحان بقوة لخلافة إنريكي، أحدهما هولندي تذكره جماهير برشلونة جيدا وهو رونالد كومان مدرب إيفرتون الحالي، وآخر فرنسي هو لوران بلان الذي رحل عن باريس سان جيرمان الموسم الماضي. ولا يمكن أيضا استبعاد قدوم مدرب دورتموند توخيل ولا حتى ترقية مساعد إنريكي خوان كارلوس أنزوري وتسليمه قيادة البلوغرانا الموسم القادم كما حدث من قبل مع الراحل تيتو فيلانوفا. حلم تدريب برشلونة يراود أغلب مدربي العالم، الجميع يريد هذا المنصب لكنه كرسي من شوك، من يتبوأه عليه تحمل الضغوطات والظفر بجميع الألقاب. يعني كابتن حمزة، أنا عايز أسألك على أولا استعدادات الجماهير للاحتفال أو بمعنى أصح لتكريم لويس إنريكي، يعني ده بالنسبة لك يعني إيه؟ يعني مدرب ممكن ما يكونش أو مش هيكسب الدوري، في نفس الوقت لاعب لريال مدريد النادي المنافس مواسم كتيرة جدا وشاف كل المساندة والدعم مع جماهير برشلونة، لكن هي ثقافة نادي كبير جدا برشلونة والجماهير تتفهم ويعني تحتفل وكأنها يعني تحزن في نفس الوقت أنه الشاب مثل لويس إنريكي سيغادر برشلونة وسيأتي، لأنه يدري لما يأتي مدرب جديد إلى برشلونة سيبدأ بناء فريق جديد، لأن أظن برشلونة يعني معنى كلامك إن هم بيعملوا له تكريم على المجهود تقديرا للمجهود بغض النظر عن النتيجة. بالطبع بغض النظر عن النتيجة، حتى ثلاث مواسم في برشلونة ليس بالأمر السهل عفوا، رغم أن 2017 ربما ليس الأحسن عام كان له في هذا الموسم الأخير، ربما يعني هو في الوقت الراهن أحسن وقت فيه أن يخرج من برشلونة لأنه لم يعني يؤدي أداء جيد في هذا العام، كانت له مشاكل كثيرة مع الصحافة، مشاكل كثيرة مع اللاعبين وكيف يعني يتعامل مع اللاعبين على غرار ميسي نيمار وحتى جوردي ألبا فهذا يعني من ناحية أخرى أظن أنه كان لويس إنريكي لما كان في ريال مدريد ثم جاء إلى برشلونة يعني الجمهور كلاعب كلاعب يعني لديهم يعني رحبوا به بطريقة بالطبع لأنه جاء من ريال مدريد وجاء إلى برشلونة وأخذ معهم الألقاب، ولكن كحوصلة أظن أن يعني مشواره كمدرب لو نتكلم عليه كان في برشلونة، مع أول شغل لديه كمدرب كان مع برشلونة بي الفريق الثاني لبرشلونة، ويعني أخذ الفريق من الدوري الثالث حتى للدرجة الثانية في العام الأول، ثم لما غادر وذهب إلى إيطاليا في روما كانت له يعني تجربة ما كانتش جيدة، لا 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 فربما كان كما نقول احنا الرونج موف يعني خطوة غير ناجحة. سؤال سريع، يعني هل انت شايف مين المعايير معايير اختيار مدرب برشلونة؟ أظن يجب أن يكون واحد إسباني يعني حتى يكون سهل في اللغة في التقارب مع اللاعبين، يعني مش ممكن يكون كومان مثلا زي ما شوفنا في التقرير. كومان أظن دفاعي كثير يعني أسلوب لعبه لن يرضي جماهير برشلونة في الوقت الراهن، أظن الأقرب هو لاعب ومدرب أتلتيكو بيلباو الآن واللي تداول اسمه كثير في الصحف الرياضية لأن طريقة لعبه تناسب كثير وفلسفته الرياضية وفلسفته الكروية تناسب كثير فريق الكتالوني. ده اللي هنشوفه في الأيام القادمة بالنسبة لخليفة لويس إنريكي في قيادة برشلونة. هلا نروح لموضوع آخر إلى موريتانيا، حيث أغلق الملعب الأوليمبي في نواكشوط وهو أهم وأكبر صرح رياضي في البلاد، يمكن استعدادا لبدء أعمال ترميمه بعد أن أكد الخبراء أن وضعه الحالي بات يشكل خطرا على الجماهير الرياضية، وزي ما كلنا عارفين أن الجميع كان بيفتخر بالملعب وبإنشاء الملعب والشركة الصينية اللي أنشأت الملعب، بس خلينا نشوف أكتر عن الملعب الأولمبي في نواكشوط ونرجع تاني. المركب الأولمبي في نواكشوط القبلة الأولى للرياضة والرياضيين في موريتانيا، المنشأة الوحيدة التي كانت تتوفر فيها الضوابط والمعايير العالمية المعتمدة من قبل الفيفا تغلق أبوابها تمهيدا لبدء أعمال الترميم والصيانة. من المؤسف أن البلد لديه منشأة رياضية واحدة متكاملة بالمواصفات المطلوبة،
وأكيد حتتأثر البطولة المنافسات الجارية. الملعب الذي شيده الصينيون قبل 34 عاما يتسع ل10,000 متفرج، اعتبر الخبراء أنه أصبح يشكل خطرا داهما على الجماهير الرياضية، مما تطلب إغلاقه في وقت سابق قبل أن يستأنف فتحه تحت إلحاح العوز والافتقار. عوز سعت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بالتعاون مع الجهات الرسمية إلى التخفيف من وطأته والحد من تداعياته عبر إنشاء وتأهيل العديد من المنشآت الرياضية في البلد. التعاون بين احنا والحكومة الموريتانية، الحكومة الموريتانية بنات بشكل صريح 9 ملاعب في الولايات، عواصم الولايات الداخلية، واليوم بعضهم انتهى من الإشغال، وهون في نواكشوط الاتحادية بذلت مجهود في مركزها اللي ترعوا فيه، الآن صار فيه 4 ناجلات. تدني مستوى المنشآت الرياضية في موريتانيا يعتبره البعض من أهم أسباب تخلف موريتانيا المزمن في المجال الرياضي. الملعب الأولمبي، المعلم الرياضي الأكبر والأهم في موريتانيا، يبدو أن ترميمه قد يأخذ بعض الوقت، وكرة القدم وجمهورها هم المتضرر الأكبر من جراء ذلك. محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي، نواكشوط. أشكر زميلنا محمد ممين على التقرير. يمكن هو بيلمس نقطة مهمة جدا، يعني بغض النظر عن الملعب الأولمبي هيتم إغلاقه، هو بطبيعة الحال هو خطر على الجماهير، إنما بنتكلم على البنية التحتية. لو أنت عايز، يعني زي ما أنت بتشوف وأنت موجود وعايش في أوروبا، يعني عشان تعمل فريق أو تعمل نادي لازم يكون في بنية تحتية. بالطبع، يعني احنا يعني للأسف الكبير نحن بعيدين كثير، يعني بعد كبير جدا، لأن موريتانيا والعالم العربي بصفة عامة يجب أن تكون منشآت أحسن من هذا عشان تأخذ نتيجة حتى تطور كرة القدم. أكيد، يعني كابتن حمزة، يعني ممكن الحقيقة موضوع يعني يحتاج كلام أكتر ويحتاج الحقيقة مناقشة أكتر، إنما أكيد في الحلقات القادمة، إنما إحنا بنلمس نقط سريعة. أشكرك شكرا جزيلا، دائما سعادة بوجودك. وأنا دائما سعيد أكون معكم كابتن نادر، شكرا على حسن الاستضافة. أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بكرة نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم العربي الرياضي. إلى اللقاء.